تعالوا نشوف دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن مع الدكتور وائل خفاجة استشاري الطب النفسي عشان نعرف منه أكتر السمات النفسية للشخصيات. الشخصية دي شكلها إيه اللي هو بيستغل غيرها عاطفيا، وإزاي أعرف إن أنا في علاقة في حد فيها بيستغلني عاطفيا أو ماديا، وهل الشخص المستغل عاطفيا ده ينفع يتعالج أو تقويمه يعني، ولا هو متربي كده، ولا هو مخلوق كده، ولا ده عيب فيه جينات وراثية ما يعرفش نعالجه، يعني ينفع يتعالج ولا ما يتعالجش، ولا نعمل معاه ايه؟ تعالوا نشوف. العاطفي ببساطة ان في شخص بيستغل الشخص ده او بيستخدمه عشان ياخد منه غرض معين عايز يوصله. طبعا هو بيبقى فكرته ان هو بيعمل كده عن طريق المشاعر. فكره المشاعر دي ممكن تبقى اعجاب، ممكن تبقى حب، ممكن تبقى صداقه، بغض النظر هو الشكل العلاقه ان هو بيستخدمه كنوع من المشاعر، او حتى ممكن يوصل الشخص ان هو عنده شعور بالذنب عشان يوصل الشخص للنتيجه اللي هو عايزها. في بعض الناس بيبقى عارفين ان الاستغلال ده هيبقى من اخر مزمن شويه، هياخد وقت معاه طويل، فده بيبقى على طول بيشد وبيرخي، على طول بيحسسه ان هو قريب بس مش قريب، بفكره ده مش مستريح. فهو بيتفاعل مع الناس بهذه الطريقه، ساعات بيتدخل بقوه، ساعات بيبقى بيستخدم اسلوب معين مع كل شخص حسب شخصيته عشان يوصل اللي هو عايزه. اول حاجه ان الشخص ده ان هو لما بيحاول الشخص ده يطلب منه مساعدات او استغلال بشكل، بيحس ان هو متضايق، ان هو مش سعيد، في ساعات بيحس انه بيجي على نفسه، بيحس ان هو بالضرر. لما بعد كده لما الشخص اللي هو مستغل بياخد مصلحته من الاخر، يبتدي الشخص اللي هو وقع عليه الضرر يدور عليه، اللي اختفى مش موجود، على طول اعتذارات، مفيش اي نوع من الالتزام، الاحساس بالمسؤوليه، بيلتزم ما بيلتزمش بكلامه، فكر ساعات ان هو يهاجمه، ساعات ممكن يبقى رد عليه شديد شويه، ساعات بيبقى ان هو بيبعد معاه، ساعات بيصدمه بفكره مين قال لك احنا اصحاب، او مين قال لك احنا في بينا حاجه، او يشيلوا الغلط يقولوا انت اللي غلطان. الفكره كلها ان انا في الاخر ان في بعض الاشخاص بيبقى عايز مصلحه معينه وبيمشي. كل البني ادمين عندهم سمات شخصيه بلا استثناء بغض النظر هي نوعها ايه، بس ساعات بيبقى في بعض الناس اللي عندهم سمات اكتر من الشخصيات النرجسيه او الشخصيه السيكوباتيه، هم اللي عندهم القدره اكتر. في ممكن بعض الناس يستغلوها بلا وعي، يعني فاكر الناس دي بتحبني فانا عايز يعني حب، هم مش قايلين لا مش هعمل ايه، بيبقى زي ما بيسموه عشم. بس مش يعني هل اي حد ممكن يبقى عادي يعمل حاجه كده؟ اه نسبه بسيطه، بس امتى نقول ان ده استغلال؟ لما يبقى الشخص الواقع عليه الاستغلال هو مضرور. ساعات الاشخاص اللي هي بتستغل الناس دي بتاخدهم زي ما اقول في البيئه بتاعته او المكان بتاعه عشان يعرف يسيطر عليه، يقول له تعالى لي مكتبي، تعالى لي مثلا المكان الفلاني، فيحطه في المكان اللي هو مش مستريح فيه عشان يعرف يحط شروطه عليه، ان هو يعرف يتحكم فيه ويوصله اللي هو عايزه. يعني الفكره كلها ما انت ممكن انت تطلبي مني او حد يطلب مني عشان خاطر الزماله، خاطر العيش والملح او اي حاجه، فحد يوصل اللي هو عايزه. بس لما اوصل من الشخص ان انا بضغط عليه نفسيا، حاسس ان هو مش مستريح، ممكن اوصل في مرحله اتنمر عليه او اضغط عليه او احطه في موقف صعب ممكن تاذيه، بمجرد ان انا اوصل لمصلحتي هو هنا ترقع المشكله. فكره مرض هو ما اقدرش اقول ان دي مرض، لان دي سمات شخصيه، فكلنا عندنا سمات شخصيه، ممكن يتعدل لو هو عايز يتعدل او لو الناس اللي حواليه اشتكت، لان في مشكله بسيطه، في بعض الناس بتتاذي او بتاخد الاذى وما بتعرفش تطلع، فهو اكتر حد انا مهتم بيه اكتر هو الشخص اللي وقع عليه الضرر. الشخص ده غالبا بيدخل في مراحل حاجات من القلق والاكتئاب، ساعات بيحس ان الدنيا مش امان، ساعات منه بيوصل في مرحله اللي هو شخصيته مش متماسكه كفايه، ممكن توصل لحد ان هو ينتحر او يؤذي نفسه. ساعات حسب قدره الشخص وتحمله، لان ساعات بتبقى ساعات الاستغلالات بتبقى اكبر كتير من كون مصلحه. لو احنا جينا اتكلمنا على شخص مثلا زي الشخص النرجسي، الشخص النرجسي ده اصلا بيبقى نظرته الموضوع ان هو اذكى من الناس، بيفهم احسن من الناس، بيبقى عايز يوصل لاحسن حاجه، هو شايف ان هو عنده قدرات اعلى. فساعات القدرات دي بتخليه ان انا ما عنديش مشكله ان اصير اي حاجه قدامي لمجرد اوصل للهدف اللي انا عايزه. انا محتاج ان الشخص اللي هو تم استغلاله نفهمه ان انت اهم حد في الدنيا، يفهمه ان انت اهم حاجه ما تجيش على نفسك، اهم حد في دنيتك هو انت، ممكن تبقى انت احسن وراضي سعيد. مش عيب لما انا بدخل في علاقه واحس ان فيها استغلال بعد فتره، حتى لو كنت انا ذكي وشاطر، بس ممكن اكتشف ان الشخص ده مستغلني، فمش عيب اقول كفايه، مش عيب ان انا اوقف، مش عيب ان انا يعني ابتدي اخد موقف، مش عيب ان العلاقه اضطريت ان هي ابنيها، لان كل ده في الاخر بياخد مني ومن طاقتي ومن مشاعري.
لازم الشخص يفهم حاجه زي كده، فكره احنا نفهمه ان ده مش غلطك وده مش ذنبك، واللي انت وقعت ضحيه او وقعت تحت استغلال لشخص معين، نبتدي نفهم الشخص ايه الحاجات الغلط اللي هو عملها او ان هو ما فهمهاش عشان يقع تحت الضغط ده، نبتدي نعلمه الريد فلاجز او الحاجات اللي هي الحاجات اللي بياخد باله منها لو اتعرض في المستقبل ان هو لشخص زي كده، ازاي ياخد باله ان الشخص ده فعلا بيستغل او الشخص ده ممكن يأذيه، كل ده عشان خاطر نخليه يحاول يحمي نفسه ان هو في المستقبل ما يحصلوش حاجه زي كده.